والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غيكون إن شاء الله هذه آخر حلقة، وغادي يحطوا الإخوة اللي سميتو والفرقة غادي دير لنا واحد النشيد إن شاء الله، وغادي يتم الخاتم إن شاء الله بحول الله. الموضوع ديال هذه الحلقة هذه هو الولادة ديالنا بين الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. الولادة ديالنا بين الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. شنو الأمراض الحسية؟ معروف هاد الشهادة ديال الأنواع، ومن الأخطاء اللي عند الناس فهذاك تيقول ليه حيت بغيو تيقولوا الكونسير تيقول لي ذاك المرض الخايب، على كاين شي مرض زوين؟ حيت تنقولوا مرض راه مرض، يكون حتى الراس ولا الشقيقة راه مرض خايب، تيقولوا ذاك المرض الخايب، كلشي الأمراض خايبة. فلهذا شنو نديروا هاد الأمراض؟ ملي تتكون المرأة قبل ما تتحمل وهي تدير جلبة، وتتحمل تدير جلبة، وتتولد وتدير جلبة هي عاود ولدها، والمجتمع فيه أمراض متعددة معدية، وما تنخافوش على ولادنا، تيخرجوا للزنقة، تيمشيو للمدارس، وما تنخافوش عليهم من الأمراض، تنقولوا راه داير الجلبة. وحيت تنجيو للمجال الآخر ديال الأمراض المعنوية، شنو هي؟ هي الأخلاق خاسرة، الصلاة ما تيصليش، الصيام شي واش يصوم ولا شي حاجة، داك الشيء كاع كله ديال الدين، هذا تصيبوا لك أخلاق، هاد الأمراض هذه معنوية. إوا المجتمع خاسر. بطبيعة الحال غادي يكون خاسر، ياه علاش قلتي خاسر؟ لأن درتي ليه في المجال المحسوس درتي الجلبة، ولكن في المجال المعنوي ما درتيش الجلبة. شنو هي الجلبة؟ أول ما تيتم اللقاء ديال الرجل مع مرتو تخصو يدير الدعاء، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تطلب الله باش يجي، ثم حتى يتولد تسد ليه في اليمنية وتقيم الصلاة في اليسرية على خلاف الرواية ديال السند ديال هذي، ومن بعد ذلك وانت تعطيه الجلبة 7 سنين وانت تعطيه الجلبة هو جالس في الدار، حيت غادي يخرج للسوق غادي هو اللي غادي يأثر بدل ما يتأثر. فإلا شفنا وليداتنا في سن المراهقة نحرفوا ولا شي حاجة، الخلل ماشي ديالهم، ما عمرتوش أنا من الدار، ما عطيتوش الأخلاق، ما درتليش الوقاية المعنوية، درت ليه الحسية. هو تبارك الله تيلبس الصباط أكثر مني، شحال من واحد دابا حتى يصغر شي حاجة على الولد تعطيه لباه، دابا الولد هو اللي ولا تيعطي لباه. أما بالنسبة للروح والو، داكشي علاش نقولوا دابا أجسام الفولفو وعقول الدوشوفو. والسلام عليكم.